يعين على ذلك ماذا؟ أعظم ما يعين على ذلك تذكر الآخرة، فإن تذكر الآخرة من أعظم ما يجعل الإنسان رقيبا على نفسه، حسيبا لها، يحاسبها على الدقيق والجليل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. المحاسبة اليوم يخف بها حساب الغد، إهمال المحاسبة اليوم والغفلة عنها يثقل بها حساب الغد. ولذلك جاء عن عمر وورد مرفوعا أن الكيس من دان نفسه قبل الموت وعمل لما بعده، بمعنى أنه حاسب نفسه قبل الرحيل، فنظر في أعماله، حسناته، في سيئاته، فيما صدر عنه، فاستعتب وتاب ورجع إلى الله عز وجل واستوى وحرص على تكميل ما يمكن أن يكون من نقص واستدراك ما يمكن من مما يمكن إدراكه، وأكثر من التوبة والاستغفار ليلقى الله عز وجل وهو على حال حسنة. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك. الخلاصة أن ذكر الموت مما يجعل الإنسان رقيبا على ما يكون منه، سيعلم أنه يقف بين يدي الله وأن الله سائله. ولذلك أثنى الله تعالى على بعض أنبيائه بماذا؟ بتذكر الآخرة. قال الله تعالى: أذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي؟ ذكر الدار. فأخلصهم الله بخالصة، منحهم الله تعالى منحة كانت من مزاياهم ومما خصهم الله تعالى بها، وهي ذكر الدار، الدار الآخرة لا تغيب عن أذهانهم. ولهذا شرع أن يتذكر الإنسان الموت. ولهذا الإمام أحمد يقول: لو غفلت عن الموت لساء عملي.